متابعة فقراتنا لليوم مع كندا بمحطتنا التالية بأرض ورد. صباح الخير. صباح الخير. كمان اليوم مثل كل نهار تنين في عنا أسئلة وعنا اتصالات، اللي بحب يتصل فينا بشكل مباشر نحن موجودين، والأسئلة كثيرة. صح، الليستة قدامك طويلة كثير. صح، وفي اشياء بتضل يعني بزعل انا بس تروح من اسبوع للتاني، لانه بخاف انه اكون اخرت تحت اعطي الجواب. عم نعمل كل جهدنا اكيد انه نقدر نجاوب على كل الاسئله. بدي اسال كندا اي متى بيزرعوا الياسمين؟ اذا عم نحكي عن الياسمين البلدي، فينا نزرع اجمالا باي وقت من السنه؟ بس حسب، يعني اذا كان عم بزرع من بو على الارض فينا ازرع باي وقت من السنه؟ عاده بنتفادى الاوقات يلي هي كتير مشوبة ويلي هي كتير باردة، يعني شهر تموز آب نتفادى نزرع فيه، شهر كانون الثاني كمان، لأنه هدول هن أكتر شيء بيكون الطقس يعني بارد أو حار. عدا عن هيك على مدار سنة فينا نزرع، أكيد الوقت الأفضل هو بداية الربيع لهيك اشياء، يعني شباط اذار هو افضل وقت انه نقدر نزرع فيه. ما بيمنع اذا كان عندي شيء ومضطره لانه مثلا بدي اروح لانه بعدين مش رح اقدر، لاني عم زبط الجنينه، عم زبط حجر بشي محل، بدي اعمل حوض معين او شيء، فيني ازرع على مدار السنه. بس مثل ما قلت نتفادى، ومش بس للياسمين، لكل النباتات. هلا بس حتى نزرع، اكيد كل ما بنزرع على الاصول اكثر كل ما رح تنجح النبته. اكيد هو انه نشيل الياسمينه او غيرها من النباتات كلها سوا مع قالب التراب تبعها بدون ما نروح ولا اي شرش، لحتى تقدر ترجع تمد مزبوط بالارض. والسقايه هي كثير شغله مهمه ببدايه الزرع، يلي هي بدها تكون منتظمه كثير، بدها تكون كتيرة أول فترة، أول أسبوعين ثلاثة، لحتى أحس أنه النبتة قعدت مزبوط وأخذت محلها بالأرض. بس تيبلش الشرش يلقط الأرض الجديدة بقول ساعتها أنه مشي حال ونجحت الزراعة. اوكي، تاني عندنا اتصالات بعد ما بلش، خلينا بالاسئله اللي معك. اوكي، هون بقدر اعرف شو اسم الشجره وكيف بقدر ازرع وكيف الطريقة، كيف اقدر ازرع مثلها وكيف الطريقة؟ طيب. عم نشوف نبتة الكاميدورا، اذا عم نشوفها منيح كيف نقدر نزرعها؟ هي نوع من النخيليات، يعني اللي مسميهم فوبالمية، اللي بنقدر نزرعهم ببيوتنا. الحلو فيها انه هي كتير بتشبه البلح، بس بتقدر تعيش باماكن منا كتير معرضة للشمس، يعني فيها تعيش بالبيت بشكل كتير منيح. وهذه ميزة منا هينة، يعني بتعطي هالشكل يلي هو ورقة الورقة المفرغة، حلوة لأنه بتعطي خضار بالبيت بس بخفية، ما بتعطيك خضار هيك قاسي وبلوك بتحسيها اخدة محل. فمن النباتات اللي كتير محببة. هلأ منا من النباتات يلي سهل انه واحد يزرعها. عادة بس تصير شوي ناضجة، مش شوي، بدها تصير ناضجة النبتة، بيطلع عندها مثل الزهرة، كتير منا مبينة وفيها بذرة. المشات اللي بيزرعوا من البذرة اكيد، لانه هي افضل طريقة انه نقدر نزرع منها. نحن يعني اذا بدي اقول هلا، بس الافضل انه نشتريها للنبته من المشاتل اللي هي موجوده لحتى تطلع لنا منيحه، لانه مش اكيد انه نقدر ننجحها ببيوتنا. ثالث سؤال، البلانت عم بيبسوا من الاطراف. كمان بالسؤال في كثير نباتات مثل ما عم نشوف، وكثير كثير صور عم بيبسوا على الطرف الورق. عاده بس تيصير في عندي هيدا الشيء، وخاصه على الدراسينا مثل ما شايفين، هو دليل انه في عندي نشاف بالجو، في عندي نقص بالجو، مش يعني اذا هلا هون. بس يلي بدي اقوله هون غير موضوع، هون عم نشوف الالوفيرا غير شيء، يعني بالدراسينا في عندي نقص
الرطوبة بالجو، وهذا عادة بيصير وقتها بيكون في عندي شوب وفي عندي اي سي مثلا بالغرفة لأنه مزروعة جوا، بيصير في عندي هالنقص هيدا تيبيكال يعني هلا مع كل اللي عم بيصير معنا بهالشوبات ممكن يصير هيدا الشيء صح. فيلي بدنا نعمله نرش بين وقت وتاني هالنبتة بالمي، أو إذا فينا ناخذها كلها سوا على الحمام نعمل لها دوش مي كمان بيكون كتير منيح، بس ننتبه انه من بعدها وقت يعني بدي اتركها وقت لحتى ترجع المي تروح منها قبل ما ترجع تتعرض لهيدا الهواء الناشف كتير والمسقع اذا كانت موجوده بمحل فيه مكيف، لانه بصير في عندي حروق على الورقه ساعتها. فعاده النقص هو بالرطوبه. هلا فينا اعمل شيء احيا من هيك، هو انه فينا نحط كبايه مي او رش بالهواء المي، مش تيجي عليها بشكل مباشر، نحط حواليها كبايه مي، او في نحط صينيه تحتها يكون في عليها بحص وفي طبقه صغيره من المي وهي تكون فوقها. بهالطريقه ما بتكون المي عم تلامس الجذور من تحت، بس بيكون المي وقت عم تتبخر. وليش بنحطها تحتها؟ لانه بتجي دغري بتتبخر، بتجي دغري عليها، فهي اللي بتاخذ الرطوبه بهال مايكرو كلايمنت يلي بنقدر انه نخلقها. طرق منا كتير صعبة، بس واحد بده يكون منتبه وعم بيشوف شو عم بيصير بنباتاته. هلا الالوه فيرا اللي عم نشوفها كنا بعد شوي كمان عم تقول انه عم بيسمروا شوي الاطراف تبعولا، هيدا عادة بيصير على الحرارة، يعني بس في عندي شوب كتير وعم نشوف انه بس الوراق الجديدة القديمة سوري، يعني بس النمو اللي هو كان من قبل عم بيصير في عندي هالاسمرار هيدا، فماني شايفة انه في شيء خطير، في شيء خارج عن المألوف، يعني كتير منيحة وحتى عم تفرخ جديد فما تعطي الهم، بس ندرسينا لازم نعطيها رطوبة. رح اخد كمان سؤال عن الجاردينيا، في شيء أبيض؟ بلكي ناخد قبل الاتصال، يلا. ألو؟ ألو؟ ألو بونجور. بونجور. مدام كندا؟ يلا كندا عم تسمعك، تفضلي. ايه بونجور مدام كندا. ايه هلا مدام كندا. يلا كندا عم تسمعك، تفضلي. ايه مدام كندا، انا عندي جاردينيا كانت مزهره احلاها، قمت حطيت لها فيتامين على عرقه، طلعت من يومين على البرندا لقيت ميتي كلها. ليه؟ شو يعني ميتي؟ سودت يعني صار لونها على بني ولا صفرت ولا شو صار؟ انا حطيت لها كلها صارت بني كلها، يعني ما بعرف شو هو الفيتامين اللي حطيتي لها. ايه بتعرفي شيء شو شكله شو لونه؟ انا جبتي عندها بالجبل الجنيني، هو مكتل صغير عرفتي، بيقولوا له صرميخ. هو شو بيقولوا له؟ زرنيخ. زنك يعني؟ اوكي. هلا بفتكر الاتصال اول شيء منه كثير واضح، هي اول شغله. ثاني شغله بدنا نوطي صوت التلفزيون من حدك، اذا فينا نرجع ناخذ الاتصال عن جديد بليز. اوكي بس انا يعني بعتقد فهمت السؤال. أوكي. اول شيء بعتقد انه عاطي مغذي منه كثير مناسب لا عادة النباتات، بنتركه هيدا الشيء اللي عم تقول الزرنيخ، بنتركه لوقت يكون ناقص الشيء اللي بنسميهم الاوليجو اليمنتس او التريس اليمنتس للنباتات، يلي هي مواد النبته بحاجه لها بكميات كثير صغيره. يعني كيف اذا نحن بدنا نقارنها بجسمنا، مثلا لنقول بناخذ مغنيسيوم بكميه كثير صغيره لان بس بينقصنا كثير بروتيين، فالمغذيات تبع النباتات الـ NPK هي البروتيين يلي نحن بحاجة لها، هي يلي عادة بتخلي النبتة تكبر. وإذا كان بتكتري كتير من الأشياء اللي كتير قليل أنت بحاجة لها رح تكوني عم تأذي جسمك،
او عم تأذن نبتي كمان نفس الشيء، فبعتقد هيدا هو الشيء اللي صار. كل شيء باعتدال، ممكن هيدا بعد يروح يعني. هلا شو لازم انه تعمل حسب شو صاير بالنبته، اذا كانت كثير محروقه عاده خلص. افضل شيء بس تصير عندي هيك، اول شيء نصير نسقي اكثر لحتى نروح الرواسب يلي موجوده، وثاني شيء بنشوف اذا كانت منا مطقطقه كثير النبته، اللي فينا نعمله هو انه نعطيها شانس بانه شوي نشحل منها. هلا بهالحاله فينا نشحل تقريبا نصها، هيدا الشيء بخليها بركي ترجع تفرخ عن جديد، اذا رجعت فرخت عن جديد وعطيت ورق جديده بكون ماشي حالها بعدها مضاينه وقطعت هالمرحله والا لا. طيب عنا كمان اتصال. فينا ناخذ الاتصال، رح نرجع لعندك. انت الجاردينيا يلي عليها شيء ابيض مع شيء اسود خفيف ونمل عليها، شو الحل؟ كثير حبيت هيدا الشيء الابيض شيء اسود مع نمل، هيدي الكومبو يعني تبع الشيء الكثير تقليدي يلي عاده بيصير على الجاردينيا وعلى كثير من النباتات الثانيه يلي هي مزروعه عندنا بالبيت. الشيء الابيض هو من قطنه بنسميه او الكوشني فارينوز او السكيل يلي هي مثل بتجي حشره بتقعد على الورقه ما تتحرك، بتعمل مثل طحين ابيض حواليها. اللي بيجي عليها بعدين الاسود هو نوع من الفطريات يلي هي عفن اسود بسموه او الفيماجين يلي بيجي لانه في عندي المن القطني ايه والنمل هو بيجي لانه في هول الاثنين، لانه بيجي بيتغذى على كمان هالاشياء. يعني تشوفي كيف يعني السايكل ايه او هيدي الدوره كثير كثير متوازنه، واذا بتشيلي الابيض بتكوني شلتي الاثنين الباقيين. اذا بتشيلي هالسكيل، الطريقه انه نشيلها هي بكل بساطه اذا فينا نرش او بضغط مي قوي، يعني لانه هي بتقعد مثل النمش، نحن مسميها نمش بالعربي. أوكي. بتقعد بمحلها ومحميه بهيدا الشيء اللي اسمه الطحين يلي حواليها. فوقتها بترشي مي وصابون بتذوبي للقشره يلي هي مخبايه وراها وبتروح. هيدا الشيء لازم نكرره اكثر من مره بفتره 5 لـ6 ايام لحتى كل شيء ما عم تطلع ترجعي تتخلصي منها. او فينا اذا عندنا مرشه بضغط مي قوي كمان بيكون كثير فعال، يعني بضغط المي بتقدري انك تروحيه وبتكوني غسلتيها كمان، لانه هذا العفن الاسود بيلزق لانه النمش او بخليه يلزق لانه بيعمل ماده مثل السكر، وهذا الشيء اللي بخلي النمل كمان يجي. عندنا اتصال من سهام. سهام صحيح؟ صباح الخير. الو راح الاتصال. اوكي فينا نرجع لعند كندا. يلا كيف بعتني بالصبار؟ كيف طريقه ال ولا بقوي صوت التلفزيون؟ يا هلا هي سهام معنا؟ ايه انا معكم. كيفك يا سهام؟ بدك توطي صوت التلفزيون على الاخر على الاخر على الاخر. وصلت امي. يلا على التليفون. يا حبيبي تفضلي، شو السؤال؟ عندي الجاردينيا انا وعم تعمل مثل السمسم على الورق وعلى الغصن. مثل شو؟ مثل بشكل السمسم. اوكي صغير على بيقف الورق وعلى الغصن. اوكي ايه من هيدا مبدئيا يعني شو لونه؟ سهام شو لونه هيدا السمسم يلي عم تعطيه؟ على شو لونه؟ ابيض. ابيض اوكي اوكي حطيت له اليوم بودرة ثالث عليه، رشيت بودرة ثالث. ايه لا ما بيمشي حال، عادة بستعملها للنمل. اوكي كنت هلا عم بحكي فيك تستعملي زي الطريقة اللي عم نحكي عنها، مي وصابون. مي وصابون. مي وصابون. نعم. حتي عندك صابون برش؟ ايه. اوكي صابون برش بقلب المي بنخدها. صابون عربي يعني عربي. ايه صابون عربي. نعم. اوكي فينا. هلا اذا لا في عنا دواء الجلي كمان بيمشي حال، بس الصابون البلدي افضل. بلدي. اوكي ايه بترشيها فيه، خليه يرغي منيح تتاكدي انه صار فيه صابون ورشيها فيه. اكيد مش بفتره يكون شوب من النهار
يعني استعملي هذه الطريقة عشية بيكون أحسن كمان، أحسن من الصبح، لأنه كل الزيول بتروح بالليل، ما في عندي شمس عم تجي على النبتة تبعتي. أو إذا عندنا ضغط مي، يعني هي أفضل طريقة نستعملها إذا ما بدي استعمل مبيدات، ما بدي استعمل سموم ببيوتنا. وأنا بلاقي إنه أفضل يعني، وحتى في كتير من الأشياء اللي موجودة بالأسواق عم بسوق لبنان لسوء الحظ مأزية في أيام، وما كل العالم بتعرف وعندها المعلومات تتعرف اياها منيح واياها لا. نحن وقتنا خلص، ميرسي لك كندا. ما بنلحق نجاوب على الصبار صعبه. اوكي، خليه لمرت الجاي، بتصبر للاسبوع الجاي. ايه الصبار قويه بتتحمل لحتى ناخذ فيها جواب. خليكم معنا مشاهدينا، رح ناخذ بريك ونرجع تاني.